السلام عليكم، تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير. فعندي واحد الوصفة من الوصفات الجميلة، على ربي تعطينا نتائج. هي أعطتنا نتائج في بعض الحالات، ولكن هذا لا يعني بأنه الإنسان من تعطي وصفة فتختلف، لأنه الكل حسب الحالة دياله. اليوم بغيت نتكلم لكم على الازوسبيرمي، اللي هو انعدام الحيوانات المنويه، اللي ما كتخليناش، من بين الاسباب اللي ما تتخليش الانسان ينجب الاطفال. هاد الحاله دائما تنتشه في هذه الدردشه ديالي للرجل بشكل عام. خصنا نعرفوا الاسباب. من بين الاسباب ديال انعدام الحيوانات المنويه هو انسداد ذاك المجرى المنوي، تيكون مسدود يعني ما تيدوش. كاين نتائج كثيره علاش تيتسدوا داك الشيء. قد يكون عدم تكوين ذاك الحبل المنوي في مرحله الجنين، يعني تيكون خلقي. وهنا كاين عمليات، ربما عمليات جراحية قد توفي بالغرض. اللي كاين عاوتاني وهذا داك هو انه بعض الخطرات يكون ناتج على التهاب المجرى المنوي. وهنا غادي نقول لكم واحد القضية، هو انه في بعض الاحيان تكون الانسان تصاب بسيلان او شيء من هذا القضاء، وهاد الحالات تحدث التهابات وتلحق تشوهات في المجرى المنوي ديال الانسان. قد انا اذكر الاسباب، قد يكون الفتق اما في البطن او في الساق. تيكون حتى الدوالي حتى هي ما تتخليش الحيوانات المنويه تكون وتكون هذا. والمجرى المنوي هذا، بعض الناس تيكون عندهم امراض ديال البروستات تؤثر على انتاج الحيوانات المنويه، مما يخليها انعدام، وهذا تيخلف انه ما تيكونش الانجاب، يعني ذاك العدد الكافي باش يحدث الحمل ما تيكونش. هناك حالات اخرى، هو انه الاطفال تيوقع عندهم انسداد، ولكن تتكون في مرحله الجنين، يعني تيكون هذا خلقي. اللي بغيت نحكي لكم هو انه عندي واحد الوصفه من الوصفات، الانسان يجربها المره الاولى والمره الثانيه. شخصيا اعطت معايا نتائج الناس اللي زاروني، وعطات نتائج رائعه وبشكل مؤكد. انما ما غادي نقول لكمش 100% باش نكون صريح مع ذاتي. هناك عدد اللي عطات معاهم نتائج، وتبارك الله يتم التعاون حاليا بصحه جيده والدريه عندهم. هذه الوصفه هي وصفه، عافاكم ركزوا على المقاييس اللي بغيت نعطيكم واستعملوها، راه جميله. استعمل المره الاولى والمره الثانيه، وسير دير التحليله، سير دير التحليل ديالك، وغادي تلقى بانه كاين هذاك. في حالتي الا لقيتي بانه باقي كاين مشكل، قد تعيدها لي المره الثالثه. وفي حال عاوتاني انه هذاك ما لقيتيهاش، فعاود بحث على باك من العطب اين يوجد، العطب فين كاين. انما انتاج هذاك راه قوينا البدن، قوينا منطقة الإنتاج ديال الحيوانات المنوية، راه درناها. وهذه هي غادي نقول لكم بشوية، غادي نقولها، هو 10 غرام من طلح النخيل، 10 غرام من جينسينج، 10 غرام من الصنوبر، 10 غرام من حبوب اللقاح، 10 غرام من بذور خيزو اللي هي زراعة خيزو، و 2 غرام من الزعفران الحر، وزعفران شعراء او زعفران زغبة، ثم 5 غرام من العكبر. كل شيء هادشي تنديرو في كيلو ديال العسل. نعاود الوصفة باش تبقاو متذكرينها، انا اعيد، ولكن اعيد هي من اجل باش الانسان يحتفظ بهذاك. انا ما بعض الخطرات تنبغي نكتبها في الوصف، ولكن هذاك ربما الى تحت لي الفرص نبدا في الفيديوهات ديالو مستقبلا، نبدا ندير هذاك، نبدا ندير الوصف وندير بحال هاد
الوصفات نعود نكتبهم. ولكن في الوقتها فاش تنتكلم راه تنتكلم بلغة اللي تتفهموني بها وتنفهمكم بها. إذا سلام نبدأ. 10 غرام من طلح النخيل، 10 غرام من الجينسينج، 10 غرام من الصنوبر، 10 غرام من حبوب اللقاح، 10 غرام من خزو، و 2 غرام من زعفران زغبا او زعفران شعرة او زعفران الحر، ثم 5 غرام من العكبر. هادو كلهم تنكون طحنتهم. كاين اللي خصها تطحن بحال البودور، خزو خصها تطحن، بينما طلح النخيل تيكون مطحون، جينسينغ تيكون مطحون، الصنوبر تاعو خصنا نطحنو. وناخذ هادو ونطحنهم ونديرهم في كيلو ديال العسل، يكون حر نقي أصيل، حبة دالو يكون العسل ديال السدرة، راه رائع رائع رائع. هادو فاش تنديرهم تنبدا تناخد معلقة كبيرة في الصباح ومعلقة كبيرة في المساء، وتنستمر تتقاضى هذاك، ونعاود المرحلة الثانية بنفس المكونات وبكيلو ديال العسل، ونمشي ندير التحليلة ديالي هذاك بين قوسين. ففي هذه الوقت فاش تكون تاخذ هذا، خذ الخروب، الخروب خذ معلقة ثلاثة الخطرات في النهار، ديرها في الصباح وديرها في وسط النهار وفي العشية، وكب عليها الماء ساخن وشرب لذيذ وجميل هذاك، وحتى الأمراض ديال الجهاز الهضمي تتساعدو. هادو من المسائل. ثم تكثر من التمر، تكثر من الموز اللي هو البنان، فهادو كلهم غادي يساعدوك ان شاء الله باش تكون درية ان شاء الله يا رب. وهذه دعواتي معك يا رب يا رب يا رب. تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير ونهاركم زين وسهل. يا ربي معكم، ربي معكم، ربي معكم. تحياتي.